بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دين الحق يظهره على الدين كله يكون. ثم ما بعد، في باب النعت، والنعت هو الصفة، يقال له النعت له الصفة، وهو من التوابع يقال لها التوابع، لأنها تابعة في إعراب للذي قبلها، قالوا لها التوابع لأنها تابعة في إعرابها للذي، والتوابع التوابع قبيلة التوابع في النحو من أربعة أنواع. النوع الأول هو النعت، النوع الأول هو النعت، النوع الثاني العطف، والنوع الثالث العطف، والنوع الثالث هو التوكيد، والنوع الثالث هو التوكيد، والنوع الرابع والأخير هو البذل، والنوع الرابع والأخير هو البذل. هذه الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبذل، هذه تابع لما قبله، ويقال لها التوابع، يقال لها التوابع. وأوله النعت الذي نبدأ به اليوم إن شاء الله تعالى. يقول ناظر الأشعري الرومي الشقيطي، يقول: النعت قد قال ذو الألباب، النعت قد قال ذو الألباب، يتبع للمنعوت في الإعراب. النعت قد قال ذو الألباب، يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كذاك في التعريف والتنكير، جاء زيد صاحب الأمير، كذاك في التعريف والتنكير، جاء زيد صاحب الأمير. نعم، قال النعت، والآن يريد أن يعرف لنا النعت. قال النعت يا من تريد معرفته قد قال ذو الألباب، أي قال أصحاب العقول، وهو يريد بذوي الألباب أساسا علماء النحو، خاصة
وأهل اللغة عامة، هؤلاء بالنسبة له ذو الألباب. ماذا قالوا في النعت؟ قال أنهم قالوا في النعت أن النعت يتبع للمنعوت في الإعرابي، أن النعت يتبع للمنعوت في الإعرابي. فإذا كان المنعوت هما مرفوعا تحتم أن يكون النعت مرفوعا، فإذا كان المنعوت مرفوعا تحتم أن يكون النعت مرفوعا. مثل أن نقول جاء زيد الكريم، جاء زيد الكريم، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح. الكريم اسم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لأنه فاعل جاء، لأنه فاعل جاء مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكريم وهي محل الشاهد ووجه الاستشهاد. الكريم هي نعت لزيد. فكأننا لما قلنا جاء زيد اختلط هذا زيد مع آخرين كل منهم يسمى زيد، فتحتم أن نصفه حتى نميزه من الآخرين، تحتم أن نصفه بصفة تعرف له. فلما قلنا جاء زيد لم نصف زيد الآن ولم نبين من هو، فلما قلنا جاء زيد الكريم، فالكريم صفة لزيد، الكريم صفة لزيد ومرفوعة، وعلامة رفعها الضمة الظاهرة على آخرها. فالذي أحدث فيها الرفع هو وقوع المنعوت وهو زيد في محل رفع، حتى ما أن تكون هي صفة له أيضا في محل رفع. إذن هذا مثال للنعت يتبعه للمنعوت في الإعراب في الرفع. ممكن نقول مررت بالرجل الأبيض، مررت بالرجل الأبيض، في الأبيض صفة للرجل، فنقول لا رأيت الرجل الأبيض، حتى ما تكون الأبيض مفتوحة لأنها صفة الرجل وهو مفعول به. نعم، إذن النعت يتبع للمنعوت في الإعراب. كذلك في التعريف، فالمنعوت إذا كان معرفا بالعالمية وبأل وبشيء آخر من أدوات التعريف حتى من يكون النعت أيضا معرفة.
مثل جاء محمد الأمين، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد الاسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فاعل. جاء محمد الأمين، الأمين، الأمينة، الأمين وصف لمحمد، الأمين وصف لمحمد، فمحمد اسم مرفوع، لذلك جاءت الأمين مرفوعة لأنها صفة له، فالنعتية تبع للمنعوت. ومحمد معرفة، ولذلك تحتم أن نضيف ال تعريفية لي صفته الأمين. فلو قلنا جاء محمد أمين بدون تعريف الأمين، بأن يكون المنعوت معرف بالعالمية والنعت ليس معرف، فإن هذا يخرجنا من باب النعت لا يصح، إذا النعت يتبع المنعوت في كل حركاته العربية ويتبع له حتى في التعريف والتنكير، فإذا كان المنعوت معرفة تحتم أن يكون النعت معرفة. هذا هو معنى قوله كذاك في التعريف. والتنكير كذلك أيضا النعت يتبع المنعوت في التنكير، فإذا كان المنعوت نكرة تحتم أن يكون النعت أيضا نكرة، مثل لو قلنا لقيت رجلا أبيض، لقيت رجلا أبيض، فأبيض نعت لي رجلا، ورجلا نكرة بدليل التنوين لأن فيها التنوين، فعندما أقول لقيت رجلا فهذا يعني أني لقيت رجلا لكن لا أعرفه، فلما قلت أبيض أصبحت نعت له، لكن الشاهد أن المنعوت إذا كان نكرة إذا رأيت رجلا مثل رجلا فحتى من يكون أيضا النعت نكرة، كما لو كان المنعوت معرفة تحت أن يكون النعت أيضا معرفة. هذا هو معنى قوله كذاك في التعريف والتنكير. ثم جاء بمثال فقال مثال ذلك كجاء زيد، قال لتشبيه جاء في الماضي مبني على الفعل، زيد فاعل اسم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فاعل، جاء زيد صاحب هنا نعت لزيد، زيد معرفة فعلا مرفوع والصاحب أيضا نعت له مرفوع، لكن صاحب زيد معرفة والصاحب هنا أصبحت معرفة لأنها أضيفت إلى معرفة، لأن ما أضيف نكرة إذا أضيفت إلى معرف تصبح معرفة، لذلك جاز أن نقول صاحب نعت زيد، فهي التبعة في الإعراب لأن زيد مرفوع الصاحب مرفوع، وزيد معرفة فصاحب لو لم تضاف كانت نكرة لكنها أضيفت إلى الأمير فأصبحت معرفة، جاز النعت بها. الأمير مضاف إليه ما قبله، انتهى الباب، يغفر الله لنا ولكم.